أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة المؤمنون آية رقم 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية، إزاي حضرتك؟ وفي هذه الآية الكريمة في حاجتين يعني مبنيين فوق بعض عشان يأكدوا المعنى. يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني بيسرعوا وبيسبقوا. ده كمان قبلها ايه؟ قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. ما بيعملش، ما بينفقش في سبيل الله الا حد مؤمن بالموت. ايوه صحيح. وان هو هيقف بين ايدين ربنا. صحيح. فبيعمل ايه بقى؟ مش بينفق بس، ده بيسارع في الخيرات. وربنا كمان يعني ما شاء الله على حضرتك، هو ايه الفرق بين المسارعه والمسابقه؟ هم لها سابقون. هم لها سابقون لايه؟ للخيرات. ما هو يسارعون قبلها. عايز يحض الناس على الاسراع والتسابق في فعل الخير. كان في بعض الاحيان كده استاذه دعاء الاحظ ناس تعمل حاجه ظريفه قوي معانا، مثلا احنا عارضين مسجد فناس تتصل تقول لك ايه، اقسم بالله عليك انا اخد الجامع كله لوحدي ومحدش يشاركني خالص. السماعه تتحط، حد تاني يتصل، حد يا جماعه انتوا كلكم حلفتوا دلوقتي معايا. فطبعا على ما بيرجعوا لي عشان انا اخد القرار اقول لهم هاتوا لي اول مكالمه. اخد اول مكالمه تمام ونعتذر. ده اللي سبق هو اللي سبق. لذلك بقول للناس حضرتك ممكن تشوفي الحالة معانا تتأثر بها قوي، يجي لك ضيف يجي لك كده وانت فاكر ناوي انك تتبرع، تتبرع بقى بكرة، تتبرع اخر النهار، بس في غيرك سبق. دي برضو نقطة جميلة ان الناس تتكالب على الصفقات وعلى الدنيا، بيتكالبوا بيتنافسوا عليها، فدي برضو لازم يكون فيها تكالب. شوفي لما يبقى في بضاعة حلوة في السوق انا هشتريها الاول. الحق انا هاخدها. طب الجنة بعد ساعة بكرة. طب بص حضرتك انا عايز اعمل بير، عايز اشارك في محطة. طب ان شاء الله كده هبقى هرن عليكم بعدين. وانت ضامن ان بعدين ده يجي؟ فسبحان الله ربنا بيقول لنا في طلب الرزق، فامشوا في مناكب، امشوا في مناكب، امشوا على مهلاك خالص. لان رزقك عندي مش في الارض. ايوه. ويجي في الخير يقول لك ايه، وهم لها سابقون. يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول لك في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفي سورة تانية، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. يا جماعة الحاجة اللي فيها سرعة احنا بنتباطأ فيها إلا القليل. طبعا في ناس ما شاء الله فاتها بتتصل دلوقتي على 19038 رفعت السماعة، ما بتستناش احنا نخلص الحوار. وفي ناس لسه هتفكر ولسه هتعمل بقى مجلس العيلة ولسه هتسأل أصحابها ولسه هتتكلم ولسه هتسمع بقى. انت شعرفكوا ده الجمعية دي نصابة، ده شعرفك الحالة دي ما جايز عندها فلوس في البنك. الحالة دي هو انت روحتها، انت شفتها؟ بيدخل في بند مناع للخير معتدي أثيم. شوف انت رحلت نفسك لإيه؟ فأنا بقول ربنا عز وجل فبيقول لنا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. المخاشعة معايا؟ قلبه موقن ان هو بيحط في ايد ربنا مش في ايد الفقير ولا في ايد جمعية البر والتقوى، هي خلاص خرجت منك عند ربنا. معايا؟ بيربيها لك كما يربي احدكم فلوه، زي المهر الصغير كده شوف صاحبه بيربيه. حتى تصبح الحبه كالجبل. أيوه. عند ربنا هو مؤمن بكده، عشان كده بيسارع، عشان كده بيسابق. وقلب وجل، وهو عارف ليه وجل بقى. أيوه. اصله عارف ان هو هيقابل ربنا. معايا؟ قلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. ما بيعملش كده الا اللي هو عارف انا هسيبها لمين، انا راح اقابله. انا عايز اسبقها، ابعتها بريد. في ناس بتعجبني قوي بتبقى مسافره مثلا السعوديه او راح الاقصر او راح هنا، بتعمل ايه بقى؟ تبعت شنطها الاول معايا وتركب هي بقى تروح. انت الجنه كده بقى، انت هتبعت الاول مش هتاخد حاجه وانت رايح.
ملك الموت بيجي ياخدك لوحدك. يبقى يجي مهوش جاي. البيت اللي فوق مهوش جاي. الشركه مش جايه. فلوس اللي في البنك مش جايه. اللي هيعملوا لك بيه. ولا هي هتشفع. الله اعلم. لا جايه ولا هتشفع. ولا هتشفع. ممكن الملايين ده هيتحاسب برضه عليها. انما ممكن شق تمره تشفع، يعني الملايين سبق. لذلك سيدنا النبي بيقول لك فاتقوا النار ولو بشق تمر. فالفاء هنا فيها سرعه. وربنا اللي خلقنا بيقول لك ايه يسارعون، ده ضمضرع يفيد التجدد والاستمرار. على طول على طول على طول على طول. انا مش بقول لك ان انت هتبقى زي ابو بكر الصديق رضي الله عنه وتصدق بكل مالك. ما وصلناش لدي. رغم ان اللي يفهمها صح يعمل كده. ولا هنبقى زي سيدنا عمر بن الخطاب بنصف ماله. ولا هنعمل زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه ويتبرع بكل ماله برضه. مش هنوصل للمرحله دي طبعا، لكن سارع. كل ما تشوف حد محتاج سارع، كل ما تسمع ان في بيت محتاج سارع سارع. وفي الاخر الرصيد بتاعك انت. انت عارف انت بتوضع في حاجه اكبر استثمار في الدنيا ممكن تحلم بيه. الجنيه اللي بتحطه هتاخد من 10 ل 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. جميل. خلينا نروح نشوف تقرير إنجاز من إنجازات جمعية البر والطاقة المصرية ونرجع نكمل حلقتنا. النطرة مرمطتنا وتعبتنا وعينا وضعفنا ورقتنا جوه، بهدلتنا جامد النطرة. نفسي ومين عيني نعمل بيتنا زي جيراننا، ربنا يقدرهم على الخير ويجولنا ويحنن قلبهم ويجولنا يعملوا لنا بيتنا زي جيراننا. النص وفرحانه بيكم واللي انت عملتوه لنا. اشكركم اشكركم كتير كتير. الشكر لله ولكم ولجمعيه البر والتقوى اللي عملتنا كده وخلتنا كده وغيرتنا حال من حال وخلت الاولاد مبسوطين وانا مبسوطه بيكم وربنا اللي انتوا عملتوا لنا كده. وادعي من ربنا ان ربنا يبارك لكم في صحتكم ويخليكم ويبارك في عمركم ويجعله في ميزان حسناتكم. بدعي الليل والنهار لجمعيه البر والتقوى اللي وقفوا جنبنا ست او راجل، بدعي لهم يجعلهم ميزان حسناتهم ويبارك لهم في صحتهم ويصلح حالهم ويقويهم ويجعلهم خير وبركه للناس كلها وخيرهم عاملني على طول يا رب. انا مبسوطه النهارده واسعد يوم في حياتي اللي انتوا عملتوا لنا البيت ومبسوطه بيكم وبربنا. وبدعي لكم الليل قبل النهار الحمد لله اللي انت سترتنا وخلتنا في امان ومش خايفين من النطر. الحمد لله بقى كده الباب كويس والسقف كويس والبطن نضيف وحلو وطمنا والحمد لله. بدعي لك في كل وقت. بدعي لجمعيه البر والتقوى اللي هم سطرونا وخلونا غيرونا حال من حال وفينا ورقدت مبسوطه. وبدعي لهم قبل ما انام صبونا البيت ومحروه وبيضوه وجابولنا فرشه والحمد لله ودفينا واتبسطنا مبسوطين جدا والاولاد كمان مبسوطين. ربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب ويبارك لهم. الحمد لله حسيت ان انا اقوى من الاول وصحتي الحمد لله تفيت وارتحت واتبسطت والاولاد مبسوطين قوي. يدعوا لكم الله بيدعوا الليل والنهار واول ما نقوم الصبح كده ندعي لكم نصلي وندعي لكم وننام وندعي لكم. انا وهاجر وحبيبه بناتي اتمنينا ان بيتنا يبقى زي جيراننا والحمد لله وربنا حقق لي الحلم برضه حققته لجمعيه البر والتقوى والحمد لله مبسوطين والحمد لله نحمد ربنا على اقل من كده. الحمد لله ده خير كتير قوي كان بالنسبه لنا ده حلم وانتوا حققتوه لنا والحمد لله. الحمد لله بفضل ربنا وفضلكم علينا خير كتير قوي الحمد لله مبسوطين قوي والله جدا.
مش عارفه ليه وانا بتفرج على التقرير افتكرت المثل اللي بنقوله بصله المحب خروف، انه ناس ممكن تبقى بتتفرج على البيت ده وتشوفه متواضع وهي شايفاه حاجه كبيره قوي وجميله قوي، يعني البصله تشوفها خروف من كتر ما هي كانت محتاجه. هو طبعا فرق شاسع بين قبل وبعد. فطبعا الانسان لما بيقيس بيقيس على بيته. صحيح. ايه البيت ده؟ لا هما كانوا مفيش بيت اصلا. وما كانوش متخيلين ان حد في الدنيا ممكن يمد ايده ويساعده. لغايه ما احنا نزلنا المنطقه وعملنا كام بيت كده. فطبعا بدا بقى في امل. كان الاول يشوف القمر يخافوا منها. لا ده هما بيجوا يتحايلوا علينا الوقت تعال صورنا، لان هما شافوا في مصداقيه وفي تنفيذ. فالناس دي هي كده رجعت للحياه. فربنا يبارك في كل اللي ساهم ويجعل دعوات الحاجة سعاد في ميزان حسنات كل الناس اللي ساهمت معانا ولو بدعوة. وهو في ناس ممكن ظروفها ما تسمحش بس يدعي لنا دعوة يا رب وفقهم وحنن قلوب المحسنين عليهم. طيب زي ما في يعني تقرير ست سعاد في طبعا ناس لسه في مرحلة يعني المطالبة ببيت آدمي وكويس ويعني وحياة كريمة، خلينا برضو نروح نشوف التقرير الجاي. قاعدة غلبانة كده والله ما حلت حاجة ولا حلت محتاجة قاعدة مع ابني ومرات ابني بتخدمني وولاد ابني بيخدموني، ابني داري يشتغل أجري كده على الله وربنا هو اللي عالم بالعباد، ولا حلت حاجة ولا حلت محتاجة وأنا قاعدة وياه كده ولله بيوكلني ويشربني ويسقيني. عنده 3 بنات وعنده 4 عيل صغيرة ولد، زي ما ربنا يسعد يشتغل كده أجري هنا يحسب له 150 النهار كله، وساعات يروح يغفر له كده 10 أيام في مصر ويجي زي ما ربنا يرزق ويجي. المهم يا نار ما مش مقضي ولاده واكله ولا مصاريف، والله هو بناه وقعد بقى ما قدرش زي ما انت شايف كده مش قادر. ما هو اول ما النطره بتنطر بنخش الجزء الاول الدول ونتغطى، بس كان في بطانيه ولا حاجه بالله علينا واحنا قاعدين. نفسي ان حتى ناكل قطر طبيخ قطر لحمه، نفسي ان نشوف حاجه نصرفها ناكلها زي الناس اللي بتاكل دي. وربنا هو اللي يعلم بينا. والله يا حاجه احنا نفسنا في كل حاجه ولا احنا شايلين، الامر لله. انا نفسي ان البيت يستر وتبنوه لهم وتعرشوا لهم عشان اعيش فيها انا والعيال واولاد ابني. والله الهوا والنطر والبرد، وساعة النطر ينطر علينا يبقى زي الفراخ الخضر نكش بعضينا ولا احنا مش عارفين نضرة في أي حتة، ولو فيهم مقدرة ما كناش تبقى حالتنا كده يا باشا. طول الشتاء البرد والنطر والعيال بيبقى عيانين حتى ما ملاقيين فلوس يودهم للدكتور من البرد والنطر نزل عليهم السيل. والله أنا عاوزة حلم حياتي يا باشا يا عرق أشوف ولاد ابني مستورين ودفيانين ويكون كده ربنا يحن عليهم من عند الله كده وياكلوا ويشربوا ويبقى دفيانين ومداريين في السكن. انا عاوزه كده بس يا باشا، عاوزه ان ولاد ابني يبقى مداريين في السكن. رجلي وجعاني يا باشا والله، عنده السكر والجرح مش راضي يلم، رحت اتحشى في معهد السكر برد وجيت رجلي برد اتفتحت تاني. مستنية الفرج من عندك ومستنية العفو بتاع ربنا، بس اقدر امشي على رجلي بس وابني مولاي يجيب علاج ليا ولا يجيب لي ولاده.
طيب وكالعادة وقفت عند أنا نفسي أشوف ولاد ابني مستورين ومتدفيين. بص الحلم مستورين ومتدفيين، يعني ده طموح الست المحترمة دي. هو طبعا الناس ممكن تتعاطف مع الحاجة نفسها حاجة صفية، لكن العجيب اللي يخلينا نتعاطف أكتر إن هي تطلبش حاجة لنفسها. ده هي شافت ابنها ما قصرش معاها، كافح واشتغل وتعب لغاية ما بنى البيت ده بالشكل ده، قدر يحط يخلي أوضة مثلا فيها خشب والباقي ما لحقش يعمله يعني وما فيش معاه، ما سابش أمه وقال نفسي نفسي، بيحاول بقدر الإمكان بيشتغل يوم وعشرة ما فيش، والأجرة هناك رخيصة جدا زي ما الناس فاهمة يعني. فهي زي ما قالت هيجيب لي العلاج ولا هيأكل ولاده ويشربهم. ساعة ما المطر بينزل ودي كارثة، النهاردة بقت مصر كلها مستهدفة من المطر. كان زمان في بلاد كده مفيش مطر بتبقى برد شوية وخلاص، لكن مطر لا، النهاردة محدش حد عارف هي ممكن تمطر في القاهرة وما تمطرش في دمياط مثلا. فست أصيلة بجد بتعلمنا درس، إن هي شوف مش بتكلم على ابنها على أولاد ابنها يعني، شوف احفاد في الاخر اشارت لنا كده على موضوع السكر ورجلها ده في الاخر خالص اخر يعني مش في دماغها هي كل هدفها وحلمها تعمل السقف. شوف البيت عامل ازاي لانها عايز تعمل السقف عشان لو المطر جه او كده يبقى هم في الامان عشان تدفي ولاد ابنها وتحافظ عليهم. حاجه بصراحه جميله جدا يعني. المشكله بقى في الاوساط اللي زي ديت يبقى في نسبة كبيرة من الطلبة أو الأطفال ما بيروحوش مدارس. غالبا بيشوفوا ظروف البيت، أهلهم بتطلعهم يشتغلوا معاهم في بالأجرة في باليوم وخلاص، مستقبلهم بيبقى ضاع. ونتيجة الفقر الشديد رغم إن التعليم بالمجان بس بيقول لك وهيروح المدرسة ما هو عايز لبس وعايز شنطة وعايز دروس وعايز وعايز وعايز، خليك هنا اطلع اشتغل معايا في الأرض. هو عنده أرض؟ لا، بيطلع اشتغل عند الناس معايا، شوف اللي عنده مزرعة يروحوا يشتغلوا فيها حسب الموسم، ودي كارثة كبيرة احنا لازم نتحرك عليها. لذلك بنقول للناس عايزين نعمل قبل شهر رمضان بإذن الله كده 1000 سقف نستر الناس. انا عارف المشاهدين مش هيقول لك سقف ايه، محروا البيت وهيتطلب الكلام ده وتفرشوه زي بيت سعاد اللي ذكرناه. عايزين نلحق كفالة الأسرة يا جماعة بقدر الإمكان، يبقى عندنا ميزانية نقدر نساعد بسرعة ما نستناش نكلم الناس على عايزين بقدر الامكان ان احنا نفكر في المشاريع التنموية الشاملة اللي تشغل الناس يعني. ابنها لو بيشتغل يوميا مش هيحتاج لنا وبيشتغل يوم وعشرة لا، وعمل بنا البيت وشغال في جزء يعني على مدار 5-6 سنين ممكن يكمل السقف اذا عاشوا يعني. فاحنا بنقول ربنا يطول في عمرهم، بنقول يا جماعة احنا دورنا ان احنا نسند فما تستقلش امكانياتك وتقول انا ما اقدرش اعمل لوحدي، ما قلتلكش اعمل لوحدك، سيبك النبي قال ولو بشق تمره. صحيح. فانت بقولك ولو بجنيه. فاتصلوا على 19038 دلوقتي وتحركوا معانا، جايز ناخد دعوه من الست ديت الطيبه ديت ويا دي اللي تكون سبب دخولنا الجنه. يا رب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية، شكرا على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في الحلقة الجاية بإذن الله.